حلقة جديدة في موقع جديد، حر شوية بس مش مشكلة، كويس تمام. اليوم يا اخوان بدنا نمشي زجزاج، لكن زجزاج طويل شوي تمام. يعني بدنا نبلش الشغل تبعنا من الصفر، لكن الزجزاج راح يكون معانا طويل شوي. الآن شو مكان معانا قدامنا، مثلا تلة، جبل، شوك، مش عارف ايش بدنا ندخله تمام. الآن راح نبلش الخطوة الأولى، بنحكيها دائما، نفتح جرينا بندور الإشارة أو التردد في المنطقة اللي موجودة عندنا، يعني لازم نلاقينا تردد نمشي عليه، ما فيش تردد نسحب حالنا ونطلع من المنطقة تمام. الآن زي ما حكينا كل مرة نفتح جرينا فتحة هاي ماشي 30 سنتي، بناخذ الترددات اللي موجودة في المنطقة من حرك جسمنا، مش الأسياخ، جسمنا اللي بيتحرك تمام. الآن في إشارة معطيتني بالاتجاه هذا، بدي أروح مع الاتجاه هذا تمام. طبعا مش مشترك في القناة، اشترك في القناة وفعل الجرس يا اخوان عشان نشوف الحلقات السابقة والحلقات الجاية. خليكم معنا لحظة تمام. تمام اخوان، الان اخذنا نقطة معدن بهذا الاتجاه، بدنا نروح بهذا الاتجاه. الان بدنا نقرب شوي على المعدن، احنا قربنا شوي، بدنا نقرب شوي عشان نمسك الهالة الاقوى. يعني احنا هسه كل ما ابعد المعدن كل ما الهالة صارت اضعف تمام. الان عشان نمسك الاشارة الاقوى بنقرب شوي على المعدن او على التردد ماشي، وبنبلش وبنقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا المنطقه ورجيهم اياها، والله المنطقه زي ما انتم شايفين فيها شجر، فيها احجار، فيها يعني قصص تمام. بدنا نحاول ان شاء الله ان ما نزعلق ولا يصير فينا شيء تمام. يلا نقول بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا الاسياخ عشان انتم تعرفوا الوضع شو هو. الان القياس تبع الاسياخ لما بدور على المعدن اثنين مع بعض، خليني احط اصابعي مثل هاي الطريقه، شايفين كيف؟ يعني بهاي الطريقة ماشي، هذا هو القياس المطلوب. الآن بعد ما أخذ القياس، يعني أخذت القياس حطيت أصابعي بس هيك على بعض على أساس إنه القياس أخذه بسرعة، برجع أصابعي زي ما كانوا وبكمل تمام. مع الخبرة لحالكم بصيروا تمسكوا السياخ تعرفوا قديش القياس بتكون. يعني نقول بسم الله الرحمن الرحيم، ندور على إشارة المعدن لأنه منطقة بعيدة راح تكون، فندور على إشارة المعدن ونقول بسم الله. يلا يا عمر، يلا على الأسياخ يا عمر. وين ما بتكون الإشارة بنأخذها بغض النظر هي وين كانت تمام. الآن أعطتني أول تردد، الآن السيخ أعطاني اتجاه توجيه، بدي أروح مع التوجيه تبعه. هسه في شجرة قدامي، تعال حاول يا عمر كيف ما كان تيجي هذا بغض ساكة وشوكة. طيب مشكلة إنه في شوك على الشجرة هاي. تعال خلينا نأخذ التردد من هاي المنطقة، في حفرة هون هو؟ لا تمام بس فوقيها. خلينا ناخذ التردد، نحاول ناخذه من هاي المنطقة لأنه الشجرة هاي بتشوك يا اخوان. يلا قول يا رب يا رب. راح نمسك نفس التردد اللي كنا نلحقه، راح نمسكه مرة ثانية. مر في الزجاج تمام، بتضطر في الزجزاج انك تمشي وين ما يوديك السيخ بدك تمشي. يعني هسه شوف المنطقة اللي راح نمشي عليها، هاي عبارة عن تلة، بدنا نعرف كيف بدنا نطلعها، بس بدنا نطلعها بالاخر يعني تمام. اذا وقعت اقطع تصوير. طيب نقول بسم الله الرحمن الرحيم، بنلحقها لو انها على اخر الدنيا بنجيها. المشكلة وين؟ أكثر من 25 خطوة ولسه مش معطي التردد، الآن أعطتني تردد تمام؟ بدي ألحق التردد. رح ناخذها الاتجاه، حجر مشع مش عارف إيش، ما بهمنا يا أخوان. لأن طلعت لفوق أعطت إشارة أسرع، لأن أعطتني إشارة بهذا الاتجاه تمام؟ تعال يا عمر يلا. دير بالك يا عمر، وقف التصوير اذا بدك وقف فوق. يا اخوان مسكره هيك، فبدنا نلف هيك ونرجع ناخذ الاشاره مره ثانيه من هاي المنطقه تمام. خليكم معانا يلا. قول يا رب يلا. شوف والله وقف التصوير انت، هيك شغال تمام. طبعا اجانا نهر اخوان، نهر عظيم مش عارفين نقطع تمام، بس فيها سمك والله. شوفنا في سمك، في ضفادع شكله جوا. وين بس بيني في الكاميرا هاي، هناك السمك هذا ابو شوارب هذا.
يلا روح لسه قدامنا طريق يا اخوان، عبال ما نلف اللفه. خليكم معنا. تمام. طبعا معاناه يا اخوان، جينا من هناك لهون وظبطت الان. تمام. نرجع نكمل مع الاشاره، وصلنا للمنطقه هاي احنا. نرجع نكمل مع الاشاره ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. روح يا عمر يلا. شوفوا بصور هو. صور صور. كيف تعرف هذا بكون شغال هاي الارقام. بسم الله الرحمن الرحيم نبلش. الان الاشاره صارت اقوى يا اخوان. السيخين اشتغلوا مع بعض تمام؟ يعني مشينا لنا تقريبا 100 متر 120 متر تقريبا فيها ابو عمر. فيها تقريبا. تمام. الان بنكمل ونقول يا رب. صارت الاشاره اقوى، كل ما بنقرب كل ما بصير الاشاره اقوى. تمام. مين هو؟ ها؟ من الشغيل. بسم الله. خلينا نكمل. لا اعطانا توجيه تمام، ما نرجع معه. شوف يا اخوان الشغله مش بالسهوله اللي انتم شايفينها. ماشي، بدك تلحق اشاره، بدك تتعب، بدك تشتغل عشان تترزق بالاخر، بدك تشتغل. لكن احنا قربنا، ومش متوقع اصلا نلاقي، مش متوقع نلاقي اشاره. عرفتوا كيف؟ الارض صايره زراعيه، فمش متوقع انك تلاقي اشاره على صخره او هلال ونجمه ولا شغله. المنطقه عثمانيه، ان شاء الله انه يكون عثماني لانه التردد اللي احنا شغالين عليه شوي قوي. تمام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم نكمل. كمل يا عمر يلا. شايفين؟ بدك تضلك ماشي معها. طبعا عمر امشي جنبي، حاول امشي جنبي. تمام. بدك تضلك ماشي مع الاشاره لحد ما توصلك. طبعا هسه نبلش نحسب احنا. تمام. هاي اربعه، هاي خمسه، هاي سته، هاي سبعه، هاي ثمانيه. ثمان خطوات. نبلش نحسب لانه صارت الزقزاق اقل. هيك عندي ثمانية. هاي واحد، اثنين، ثلاث، اربع، خمسة، ستة، سبعة، ثمانية، تسعة. اذا في الزقزاق بعطي، يعني خلينا نحكي اعطاني ثمانية في تسعة. ماشي، اذا في عندي اكثر من هدف، مش هدف واحد، اكثر من هدف. وهالة بتختلط مع حالة ثانية، ممكن هدفين جنب بعض. تمام. تمام. خلينا نكمل. يلا نكمل. اثنين، ثلاث، أربعة، خمسة. شفتوا كيف صارت الخربطة؟ يعني ثمانية، تسعة، خمسة. إذا في عندي خربطة بالهالات. ماشي، ومتوقع إنه يكون في دفينين جنب بعض، عملوا على الجنب. تمام. نقول بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. عشان نقدر نلاقي نقطة صفر، هي أربعة صار. إذا وصلنا احنا مش قادرين نجي. يلا. ثلاث. اذا هي في المنطقة هاي ان شاء الله. طبعا تمام. مش متوقع، شايفين الارض كيف جاية، شو الوضع تبعها، يعني زراعية وحارسينها. وهاي لو كان في اشارات عثمانية او غير عثمانية. تمام. احنا قلنا احنا موقع عثماني شغالين عليه، لو كان في اشارات فالتغت راح. طيب خلينا ناخذ اخر ترددين بدون حكي. تمام. بسم الله، عشان ما نطول عليكم في الفيديو. ماشي، راح اخذهم بدون حكي. راح اروح باتجاه نقطة الصفر، ببعد طبعا لسه في زقزاق، يعني راح اضلهم ماشي معي مترين 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 مترين، على بين ربع متر بمتر. فانا بدي اخذها خلاص اختصارا. ماشي، راح اخذ 30 سم، ابعد عنهم بعض 30 سم 35 سم، واروح باتجاه نص الزقزاق اللي اعطانا اياه. تمام، عشان نلاقي نقطة الصفر. الان بلشت معي التأكيس يا اخوان، بلش التأكيس الصح. تمام، اعطاني تأكيسه مضبوطه 100%. فيش اشارات، اشارات ما في، لكن التأكيسه اعطتني مضبوطه 100%. تمام. الان بدي اربع هاي المنطقه. خلينا نحط الحجر هذا محل التأكيسه. هاي هذا الحجر فوق. بدي اربع المنطقه. ماشي دغري، يعني هي شغلنا احنا سريع. حبيت اورجيك كيف الزقزاق يكون من منطقه بعيده بيجي. تمام. الان بدي اشتغل على التربيعة العادية. الان هاي اول ضلع. ماشي، رجعت فيه. الان بدي اخذ ثاني ضلع. الان هاي ثاني ضلع
يعني تربيعتي نص متر في نص متر ترى هون، مش متر في متر. ماشي، الان باخذ التربيعه نفسها، هاي اخذت كمان تربيعه. ماشي، الان بدي اخذ التربيعه الاخيره مضبوطه 100%. طيب هسه عثماني متوقع انه ما يكونش في فراغ، دائما العثماني بتوقع انه ما يكون في فراغ. ماشي، لكن المنطقه منطقه سيل، فاتوقع لو بدهم يحطوا دفين في منطقة السيل هاي، لا مش كل مرة تجيها المية، ما توقعش صح؟ لا بس بالشتاء، بس بالشتاء تجيها المية. لا هون ما بتجي مية، هون ما بتجي مية بالمرة، ما بتجي مية، عشان هيك ممكن تكون دفن، ممكن داخل اشي مربع او اشي زي هيك، على اساس انه يحافظوا عليه، لكن بحطوه في منطقة زي هاي على اساس انه يعني ما يكون، ما يخطر على بالك كباحث او هذا انه يكون في اشي هون، عرفت كيف؟ طيب ايش هو؟ المساحة الواحدة، تمام، بينش معك الكمية مظبوط، يعني ما فيش، احنا مش روحانيين تقدر تعرف قديش اللي هاي، فهمت علي؟ الحجم كبير، ليش الحجم كبير؟ لأنه جابنا من الجبل غاية، عرفت؟ من المنطقة اللي كنا فيها، لف فينا الزقزاق هذا كله، وصلنا لهون معناته تردده كبير وتردده مهم، هيك احنا بنفهمها، إنه بيجيبك هون معناته تردده مهم، إن شاء الله طبعًا، احنا بنحكي إن شاء الله. إن شاء الله. طيب، الآن بدي آخذ إخوان القياس تبعه مظبوط، اتاكد انه موجود المعدن او غير موجود، خليني اتاكد انه بصور او لا. بصور، تمام. الان هذا هو، هاي نقطة الصفر، شايفينها؟ هاي نقطة الصفر هون، هسه بنطلع العمق، تمام. عادي احكي يا زلمة، حدا راح يعرف مين انت من بصمة الصوت هي. لا عادي يا زلمة، بدهم يلقطونا على بصمة الصوت ويجيبونا. طيب لا تصورهم. تمام، الان بدي اتاكد منها، من النقطه هاي مظبوط 100% على اساس قبل ما ابلش الاجراءات تبعتها. الان هيها مظبوطه هون، راح اخذها من اتجاه ثاني، تمام، على اساس انه قبل ما نقول انه هاي خلاص ناكد نقطه صفر، نتاكد من كل الجهات هنا هي نقطه صفر، بعدين اذا نشوف اذا فيها فراغ او ما فيها فراغ. تمام، الان نقطة الصفر صحيحة من جهتين، راح اخذ جهة ثالثة اتاكد منها مضبوط 100%. تمام، الان شايفين التردد من وين بتاخذ قاعدة، يعني قبل ما اوصل للنقطة اخذ معي تردد، ارجع اورجيكم كيف. طبعا بيقول لك شمال جنوب شرق غرب، لازم من الشمال للجنوب، والحكي الفاضي يا اخوان والله كله حكي فاضي، تمام، كله هذا كله حكي فاضي. خلاص نقطة الصفر تحديد معدن، أكد معك المعدن خلاص انتهى، تمام، ملوش علاقة شمال جنوب، اللي بيجي يقول لك قطبي القطب الشمالي بيختلف عن القطب الجنوبي، فالهالة بتيجي بشكل معوج، لا ما في من هذا الحكي، تمام، وعلى تحدي وعلى أرض الميدان، وهي الميدان يا حميدان. خلينا ناخذها نأكد عليها من هون، شوفوا من وين أخذت المعدن، طلع من وين قاعدة تاخذ المعدن، قوة المعدن فيها تقريبا 3 مترين وشوية، ماشي، لكن قوة المعدن الموجود هون بيأكس السيخ اسرع، تمام، يعني ببلش ياخذ معك الهاله من اولها من هون، هي ببلش ياخذ الهاله، الان لما تصل نقطه الصفر رجع انتهى خلاص، اكد لك نقطه الصفر الصحيحه. طيب بدنا نقيسها هسه على فراغ، نشوف اذا فيها فراغ او لا، نقول بسم الله. طبعا نقطه الصفر عندي هون، بحدد الفراغ بما انه احنا بنحكي على عثماني قاعدين او انه مطموم طمم، تمام، فبنقرب السيخ شويه عشان المسافه اللي موجوده عندنا مش كبيره، تمام، الان بنقرب السيخ وبنشتغل على اي اتجاه بدكم اياه. الان هاي اول تربيعه عندي من هون، تمام، نيجي بنعلمها مثلا على سبيل المثال علمناها بهذا الحجر، تمام. الان بدي ارجع لنقطه الصفر مره ثانيه واشتغل عليها هيك، ماشي، اذا في عندي اتجاه ثاني بعلمها هاي كمان لحجر ثاني، ماشي، برجع لنقطه الصفر. في عندنا شكل غرفة يا اخوانا ولا شيء زي هيك، والله العظيم ان شاء الله، طبعا ان شاء الله انه طبعا اللي يا اخوان هاي هي ارزاق، تمام، هاي الشغلة تبعتنا ارزاق، طبعا بس اسوي هاي، تمام، شغلتنا ارزاق، اذا ما تصير لك رزقة بتاخذها، مظبوط؟ نزف فاصل صوروش. خلينا اخذ التربيعه الاخيره،
تمام. الان هاي التربيع الاخيره عندي غرفه والله العلي مش لاقي غير حاجه كبيره انا قاعد ازيح فيه. عندي غرفه نحكي على 1 2 تقريبا 3 4 عندي غرفه 4 هيك بطل في احتماليه انه يكون 8 تمام. من نقطة الصفر خلينا لا بلاش من نقطة الصفر ناخذها من هون او من هنا كما تصورهم. هاي عندك 1 2 3 نحكي 4 × 3 اذا شكل مستطيل شوية ممكن يكون مدفن تمام. تغير هيك الوضع ممكن انه يكون مدفن او انه مع انها المنطقة عثمانية ممكن يكونوا حاطين اشي في داخل المدفن. طبعا العثمانيين كانوا يشتغلوا على سياخ زي هذول تمام زينا زي لما كانوا يدوروا على معدن كانوا يمشوا الزقزاق وهاي والبلبل ومش عارف ايش عشان يوصلوا للمعدن. اذا كان معهم طلع عندهم معدن هون وعندهم كميه بدهم يخبوها فكانوا يحطوا هاي مع هاي. ليش احنا تخربطت معنا الهالات؟ صرت اقول لكم في اشيين مش اشي واحد شغلتين جوا مش شغله واحده لانه اعطاني 10 او اعطاني 8 ب9 بعدين رجع ل6 تمام. فعندك اشيين مش اشي واحد اذا هالتين متشبكات مع بعض. والله العليم ان شاء الله طبعا احنا بنحكي انه يكون في داخلها اشيين مش اشي واحد لكن هو عباره عن مدفن صغير مدفن يعني مش كبير كثير لا صغير وجاي 4 × 3 تمام. الان بدي اخذ العمق تبعه عشان تاكيد النهائي تبع الاشاره باخذ العمق تبعه وبعرف قديش عمقه ان شاء الله بالناقص من متر زياده او متر ناقص تمام. بتفرق معنا بس هاي الفرقيه تبعتها اما بالسنتي ما فيش شيء في السنتي يا اخوان. طيب خليك انت هنا راح ارجع هسه 25 متر يا اخوان بعيد عن الاشاره باي اتجاه خليك شغال لا خليك شغال باي اتجاه يا اخوان شمال جنوب شرق غرب ما في اي مشكله. ما حدا يجي يقول لي اروح باتجاه من الشمال للجنوب باي اتجاه كان تمام. راح نروح هسه 25 متر هناك بقياس راح اقيس 25 متر خطوات. روح يا عمر يلا عشان ما نتخربط نشوف لنا مكان اللي نقدر نمشي منه يعني يكون مشينا مضبوط 100% مش وعر يعني. هاي واحد 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 هاي 25 متر. شو بزرعوا هون؟ شو بزرعوا هون؟ شو في هون؟ في مية في شيء. طيب الآن أنا بعيد عن الإشارة 25 متر مع الأحجار وما هاي بطلت تبين أصلاً الإشارة ماشي. راح أشتغل على 45 درجة على سيخ المعدن الفراغ لحاله على 45 درجة وحكينا إيدك اللي بتنزل مش السيخ يعني مش تنزل السيخ هيك وتخلي إيدك هيك إيدك اللي بتنزل حبيبي تمام. الآن هاي 45 درجة بدي أروح باتجاه المعدن وأشوف حركة البسيطة هاي اللي حكينا عنها الحركة البسيطة اللي هي النبضة لأشوف وين تعطيني. طيب يهمنيش أقيس هسا من بدايتها يعني أول هالي ما بيهمني أقيسها تمام. إذا أعطاني أول نبضة في هذا المكان. طيب ببلش أقيس من هون خطواتي ماشي برفع 75 درجة تمام. إيدي قلنا إيدي اللي بتتحرك مش السيخ يعني بنزل إيدي مش بنزل السيخ لحاله بظل مسكتي هي تمام. هاي 75 درجة بنبلش نحسب عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 هي شايفينها كيف اجت. اذا اعطاني 8 خطوات الان حطينا مثلا على سبيل المثال حطينا خط من هنا حطينا خط من هون عندي 8 خطوات بالبداية الاول عندي 8 خطوات الان راح اقيس هون قديش على زاوية 90 درجة واكمل. الان عندي 1 2 3 4 5 6 7 8 8 خطوات تمام. هو اللي صار هو هون ها هون هون صح؟ هاي طيب اذا في عندنا غلط في السر في الزقزاق في غلط في الزقزاق لانه 8 ب 8 يا اخوان لكن شوفوا المسافه ما بين الهاله الاخيره وما بين نقطه الصفر ما فيش مسافه. نرجع نعيد كمان مرة تمام. روح يا عمر عندنا خطأ شفتوا كيف احنا بنعرف خطأ وين تبعنا انه
بالمعادله اللي احنا حطيناها لو قلنا 8 في 8 وكان الفرق 8 كان قلنا نزلنا 8، لكن 8 ب 8 يطلع الفرق لنقطه الصفر 2 مثلا ما بزبطش. تمام، بس بنركز شوي فيها. فحص حقيقي يا اخوان مش تمثيلي، الفحص حقيقي مش تمثيلي. تمام، راح نبلش اول شيء هالقد اللي هي 45 درجه. يلا راح نستعجل شوي عشان ما نطول عليكم الفيديو. انا بكون الهاله اللي اخذتها اول وحده خطا، هاي اول هاله. تمام، هاي قربت شايف. طيب نبلش نحسب من هون على 75 درجة، الآن هي 1 2 3 4 5 بس. إذا اختلفت الحسبة كاملة يا إخوان، مظبوط؟ اختلفت الحسبة كاملة، هيك صار عندي 5، هي أول 5، الآن 90 درجة ماشي وبكمل 1 2 3 4 هاي 5. تمام، وين نقطة الصفر صارت؟ ميها. تمام، اذا من هون للهاله الاولى اللي هي تبعت هاله المعدن راح اخذها. ماشي خلاص، احنا ماخذين من هون عندي 5 ونص تقريبا. تمام، يعني 5 ونص تقريبا يعني. اذا من هون لهناك المفروض يكون عندي 5 ونص بالكثير. اذا هي عندي 1 2 3 4 الهاله الاولى 5 ونص يا اخوان. اذا هيك صار الشغل صح، 5 ونص تقريبا، زايد ناقص تراب، كله تراب. تمام، زايد ناقص 5 ونص، ممكن ينقص 4، ممكن يوصل ل60، بس مش يعني 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 احنا شفنا هنا التربيعة اللي سويناها، بنحكي قاعدين على ممكن يهودي ممكن روماني عليه عثماني لأنه شرطه قوية كثير، أو إنه مثلا روماني بس كمية كبيرة، أو يهودي بس كمية كبيرة. تمام، استبعد شوية انه يكون يهودي لانه 4، بنحكي 4 5 متر، بنحكي على روماني يا اخوان. ماشي، او منطقة كان فيها بيزنطيين، هون المنطقة ممكن يكون بيزنطي، يعني يا اما ممكن يكون روماني او بيزنطي. ماشي، على كل الاحوال هي 4 4 ونص 5 نوصل معدن. الان المعدن راح نوصله ممكن يكون، يعني احنا ما بنحط احتماليات، احنا ما عندنا اشارات هون، بنحط احتماليات. احتمال انه العثمانيين اجوا حطوا دفين على دفين، احنا بنسميه دفين على دفين. ليش؟ اخذنا الاشاره وقوه الاشاره تبعت الاسياخ هي اللي اشتغلنا عليها، هي هاي كانت المهمه عندنا عشان قياس المعدن اللي موجود. تمام؟ اذا بلشنا بالزقزاق، بلشنا في شغل الزقزاق بالشكل الصحيح، فهمنا من الزقزاق ايش اللي عندنا بالضبط. خلينا نقرب. تمام؟ فهمنا من الزقزاق ايش اللي عندنا بالضبط، قدرنا نوصل لنقطه الصفر، قدرنا نربع نقطه الصفر، قدرنا نعرف اذا كان فيها فراغ او لا. احنا شفنا في غرفه، ممكن يكون في غرف ثانيه موجوده في المنطقه. تمام، خلينا نشوف، بالله نشيك على السياخ مع بعض. هي مثلا انا عندي هي التسكيره، خليك عندي هاي التسكيره. ماشي، بدي اشوف اذا كان فيها فراغات برضو الارض، معناته في عندي مدفن او معبد موجود هون، شيء زي هيك. لكن المنطقه اصلا مسطحه، يعني المنطقه يعني زي ما انتم شايفينها مسطحه، يعني ممكن ان يكون كل شغلها تحت الارض. تمام، الان هي النقطه اللي اخذناها، بدنا نشوف اذا في عندنا فراغات ثانيه موجوده في الارض نفسها. بروح بمشط الارض تمشيط، الان هي عندي هون فراغ، اكس معي، اكس معي بدي اشوف اول شيء فراغ ولا مش فراغ، ممكن يكون بين صخرتين. لكن بنزل السيخ بمشي نص فوت ولا قدام وبكمل. روح يا عمر. تمام، بكمل شغلي. اذا في عنده غرفه مشابهه لهذيك الغرفه، تقريبا غرفه مشابهه لهذيك الغرفه. اذا في عندي غرف، نظام غرف تحت الارض. تمام، اشتغلوا على نظام غرف تحت الارض. طب بدي اسكرها هاي اشوف قديش بقديش. تمام، زي ما جاتني يا اخوان، عندي تسكيره هون باخذها هسه لهناك اشوف شو الوضع. عندي زي ما دافن، لكن هون فراغ، يعني بدورش على معدن هون، بدور على فراغ. والان راح اشوف اذا فيها معدن بالطريقه البسيطه، لانه هاي اكبر، هاي اكبر من هذيك. راح اشوف اذا فيها معدن بطريقه البحث البسيط. تمام، خلينا اشوف كيف.
الان رجعني لوين؟ للنقطة هذه. إذا هاي النقطة ما فيها، أو إنه فيها معدن أضعف من هذيك النقطة، هو بودينا للنقطة الأقوى وبيشتغل معنا النقطة الأقوى. إذا عرفنا اليوم الزجزاج، عرفنا كيف نفحص التربيعة وكيف نعرف وين مكان نقطة الصفر بالضبط، شيكنا على نقطة الصفر عرفنا وين مكانها بالضبط، شيكنا إذا في فراغات ثانية كمان موجودة في الأرض طلع معنا فراغات، فحصنا العمق عرفنا قديش العمق، عرفنا قديش نوصل عشان نوصل للعمق تمام، شفنا الطريقة اللي اشتغلناها أول مرة خطئنا، ثاني مرة عدلنا الخطأ الموجود، اشتغلنا عليه بالطريقة الصحيحة، وإن شاء الله يعني هاي الفيديو استفدتوا منه. دنيا حر نار يا إخوان، إشي شوب شوب شوب. أعطونا لايكات بدنا نوصل الفيديو هذا 10,000 لايك. شكرا لكم للمتابعة وأهلا وسهلا فيكم، سكر النار الفيديو.